استفاضة أكثر. تنضم إلينا الآن نادية البلاسي من دبي، مخللة أسواق في مجموعة إيكوتي. أهلا بك معنا نادية. نادية، سؤال أول معك. منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشهد توترات جيوسياسية وأزمات اقتصادية وربما اشتدت بالأيام الأخيرة، كيف تؤثر هذه التوترات على الأسواق العالمية والمجاورة؟ تفضلي. شكرا للاستضافة. أولا شهدنا التوجه إلى الأصول الآمنة مثل الذهب مثلا، حينما يعني صعد بنسبة 20% منذ بداية هذا الأسبوع، منذ بداية السنة، وأيضا كان في نمو في أواخر 2023. فالذهب كونه ملاذ آمن، طبعا كان في التداولات يعني كبيرة أو حجم التداولات كبيرة عليه، حتى البنوك المركزية كانت تشتري ذهب يعني لفترة طويلة. حتى الصين يعني طبعا من أزمة سوق العقارات التي هي وأيضا دول ناشئة أخرى كانت تشتري مراكز كبيرة من الذهب، وأيضا طبعا التوترات أثرت بشكل كبير على أسعار النفط، حينما يعني وصل النفط إلى مستويات $90 البرميل لخام برنت. فهذا يعني هذه التوترات أثرت بشكل كبير أيضا على أسواق الأسهم والأسواق ذات المخاطرة، وشهدنا انخفاض نوعا ما منذ بداية هذه التوترات، والآن الأسواق فعلت هذا الأمر ولكنها لا تزال يعني تضغط على أسواق السلع. طيب، النفط الآن أيضا له ارتباط وثيق بالتوترات الدائرة، كيف تتأثر اليوم حركة الإمداد العالمي مع أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر وقطع الإمدادات وسلاسل التوريد وكل تهديد يحيط بالنقل؟ البحر الأحمر هو ممر رئيسي للشحن التجارة، ويعني ممر للشاحنات، فيعني شهدنا ديليز في هذه المنطقة، وأيضا يعني وصول الشاحنات والاستبدال ممرات أخرى أكثر تكلفة فيها تأخير. هذه كلها عوامل أثرت بشكل كبير على كل من الشركات يعني في التجارة أيضا. ولكن يعني بعد آخر تصريحات لأوبيك بلس أن 8 دول سوف يعني يزودون في الإنتاج بداية من شهر أكتوبر، أيضا شهدنا المزيد من الضغط على النفط. الآن أسعار النفط يعني خام غير تكلفة الوسيط ما دون مستويات $70، وستستمر هذه الضغوطات حيث تبدأ زيادة الإنتاج من هذه الدول، وأيضا من زيادة الإنتاج في دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي تتزايد من هذه من البرودكشن. طيب، يعني أقرب تهديد حصل كأنما اختلت توازنات النفط العالمية ككل، يعني ليبيا الآن مو خفضت الإنتاج وإنما قطعتها بسبب التوترات الدائرة والخلافات السياسية وما إلى ذلك، هذا كيف سيؤثر؟ طبعا ايضا هذا الشيء ضغط بشكل كبير على اسعار النفط، يعني وفقا جنبا الى جنب الى قرار اوبك بلس او قرار ال8 دول الذين سيزيدون من الانتاج، جنبا الى جنب هذا القرار ايضا ضغط بشكل كبير على النفط. يعني النفط الان مستويات ما دون $70، هذا شيء يعني سربرايزنج لاسواق او لاسعار النفط. طيب، برأيك لماذا يعني حدد بهذا الرقم 70؟ يعني كان ما يقارب $80، اليوم 70 وأقل، يسجل 74 وربما أقل بالمرحلة المقبلة، يعني ما المسوغات لذلك؟ وهل من خطط بديلة لتلافي أي أزمة؟ يعني إذا انحلت هذه الأزمة سيكون في إنتاج أكبر للنفط وسيكون في زيادة في السبلاي، وهذا الشيء الأساسي الذي يحرك أو يعني يسبب في تقلبات أسعار النفط حاليا. إذا في زيادة عن الطلب، لأن الطلب ضعيف، عندنا بيانات من الصين جاءت يعني نوعا ما ضعيفة، شفنا كل من مديري المشتريات أو قطاع التصنيع أيضا بيانات اقتصادية فيها تراجعات حادة، وفي يعني أزمة سوق العقار في الصين، فهذه كلها من عوامل تهدد على الطلب
وعندنا دلوقتي أيضا زيادة في الإنتاج و ريزوليوشن عند الخلافات التي تثير في ليبيا، كانوا منقطعين من الإنتاج والآن ممكن أن يبدأوا مرة ثانية للإنتاج، فهذه كلها عوامل تسبب في أن سيكون في مخاوف من زيادة الطلب، سوري مخاوف من الطلب أن يكون أكثر من الإنتاج. نعم. طيب سيدة نادية، إذن هل تؤيدين ترجيحات بأن أسعار النفط ستستمر بالانخفاض بالمرحلة المقبلة؟ على المدى القصير ممكن أن نشهد انخفاضات أكثر، يعني لخام غير فكسد الوسيط مستويات 67 هي مستويات جدا مهمة، وأيضا مستويات 70 دولار لخام برنت هذه أيضا مستويات مهمة جدا، إذا تم في كسرها ممكن أن نشهد انخفاضات تالية، ولكن الآن الأسواق كلها يعني تصب التركيز على بيانات أخرى، بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، لأن أيضا تخفيضات أسعار الفائدة سيكون لها يعني تأثير على أسعار النفط، ففي عوامل أخرى ممكن تؤثر على النفط بشكل إيجابي، فالأسواق تركز على هذه البيانات الاقتصادية أو قرارات من البنوك الكبرى. نعم نادية، ننتقل إلى المعادن الثمينة، كيف تقرأين مستقبل الذهب العالمي؟ هل سيستمر في الارتفاع و ممكن أن يصل إلى 3000 دولار لربما الأونصة الواحدة له هذا المستقبل؟ صحيح، في بنوك كبرى صرحت بأن الذهب يعني نظرته المستقبلية ستكون عند حدود 3000 دولار للأنثى، ويعني الذهب قدر أن يكسر مستويات قياسية جديدة عند 2500، فممكن طبعا أن نشهد مستويات قياسية مجددة على أسعار الذهب، ولكنه الآن تحت ضغط كبير من بيانات سوق العمل التي ننتظرها يوم الجمعة، وأيضا الأسواق سعرت يعني تخفيضات أسعار الفائدة، فممكن يعني ما نرى على المدى القصير ما نرى هذه الارتفاعات الكبرى، ولكن إذا الصين يعني اشترت ذهب مجددا من البنك الصيني ممكن أن نرى أن الطلب على الذهب سيكون مرتفع، ولذلك سنشهد أرقام قياسية مجددة، ولكن على المدى القصير يعني يظل الذهب تحت ضغط وتظل مستويات 2530 مستوى مقاومة كبير، إذا قدرنا أن نكسره ممكن أن نشهد ارتفاعات أخرى. طيب ماذا عن الدولار واليورو؟ يعني كيف تتأثر العملات اليوم بأزمات الاقتصاد الدائرة بالعالم وتحركات الفيدرالي، ما أن سيخفض أم سيرفع الفائدة أم قرارات الغير معروفة حتى الآن؟ يعني الأسواق تتوقع انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، هذا الشيء ممكن أن يسبب في تراجعات إلى الدولار، وأيضا متوقعين أن البنك المركزي الأوروبي أيضا أن يخفض 25 نقطة أساس هذا الشهر، يعني في تكهنات طبعا بهذا الأمر، فإذا صار هذا الشيء سيؤثر بشكل سلبي على الدولار وعلى اليورو، اليورو أوريدي تحت ضغط بسبب البيانات الاقتصادية التي تأتي من ألمانيا فيها تراجعات حادة وفيها نوعا ما ركود تقني لا نزال يعني ما دون مستويات 50 التي ترجح أن نحن في مستويات يعني مستويات جيدة، ف يعني اليورو سيظل تحت ضغط والدولار ايضا تحت ضغط بسبب تغيير السياسه النقديه وبسبب تقليص اسعار الفائده التي سيبدا هذا الشهر. طيب نادية، يعني بمنطقه اليورو اولا نتحدث، كيف سيؤثر ذلك على سوق الوظائف، على الحركه التجاريه باسواقهم المحليه عذرا على سياسات البنوك الرئيسيه والمصارف هناك؟ يعني اليورو الان يعني امام تهديد معين، كيف ستواجه الأسواق المحلية، المستثمرين، الوظائف، إلى أين؟ أعتقد أن الأسواق سعرت
أن سيكون في تراجعات لليورو، ولكن الشيء اللي يعني ممكن أن to support أو يدعم أسعار اليورو هو أن الدولار، تراجعات الدولار، إذا شهدنا 50 نقطة أساس أو تخفيضات بنسبة أو معدل 50 نقطة أساس، ممكن أن نشهد نوعا ما يعني الدعم على اليورو. ولكن المحفزات الرئيسية مثل البيانات الاقتصادية من ألمانيا تشير إلى ضعف كبير في الاقتصاد الأوروبي، ولذلك يعني ذلك الشيء لا يدعم اليورو أبدا وحتى لا يصب في صالحه. ولكن الشيء الوحيد الذي ممكن أن يدعمه في الفترة المقبلة أن الدولار سيكون ضعيف يعني مقارنة ببداية هذه السنة بسبب أيضا تخفيضات أسعار الفائدة. طيب ننتقل إلى الشرق الأقصى، أبعد قليلا إلى اليوان الصيني، يواصل التقدم على صعيد التجارة، يستحوذ هو بدوره على نصف معاملات الصين تقريبا مع العالم، ممكن أن يصبح ثالث أكبر العملات استخداما في تمويل التجارة. هل سنرى تراجعا في العملة الخضراء أمام اليوان الصيني بالتحديد؟ أعتقد أن يعني هذا الشيء يعني المحللين كلهم يتكلمون عنه، ولكن يعني لا أستبعد ذلك يمكن بعد مرور السنين، ولكن كل شيء يعني متوازن بالدولار، لذلك يعني حتى إذا تراجع بعد تخفيضات أسعار الفائدة لسه سيظل يعني يستخدمونه كل من الشركات والدول بسبب التجارة، فهذه يعني الدولاريزيشن ستستمر اتليست على المدى الطويل الآن يعني حتى مع تخفيضات أسعار نعم. طيب كيف ترين مستقبل اليوان الصيني بحد ذاته؟ لأن يواصل المنافسة. صحيح، اليوان يعني اليوان الصيني حتى تحت ضغط بسبب الأزمة التي تشهدها الصين الآن، يعني حتى مع التحفيزات المالية التي نشهدها كل من شهرين البنك الصيني يعني يعمل تسهيل أو يعمل حتى تمويل إلى البنوك الثانية، ولكن منذ شهرين شهدنا 10 بنوك فيهم ليكويديشن، فلا تزال الأزمة بسبب الكورونا تضغط على الأسواق الصينية، وفي تراجعات كبيرة جدا بين المؤشرات الاقتصادية المهمة، حتى مش بس القطاع التصنيع، يعني كل من مدير المشتريات أو الـ PMIs فيها تراجعات، وحتى الشانغهاي كان يعني كان في فترة بدأ أن نرى في تحسن أو نرى في أداء متحسن أكثر، ولكن الآن أيضا يشهد ضغط كبير مقارنة مع مثلا مع الأسواق الأمريكية، يعني الـ S&P 500 يعني لا يزال هذه الاندسز في مستويات قياسية فوق الـ 5000 بوينت، فهذه العوامل أيضا تؤثر بشكل سلبي على أن الفورين انفستمنت العالم يتوجهون إلى أسواق ناشئة أخرى غير عن الصين بسبب السوق العقاري مثل الهند أو السعودية، فنشهد أيضا هذه السيكليكال روتيشن تؤثر بشكل كبير حتى على المؤشرات الصينية. نادية، بذكرك للأسواق الناشئة والاتجاه لها بظل الأزمات الحالية وأزمة الديون أيضا المتراكمة، كيف ممكن أن تنهض بذاتها الأسواق الناشئة؟ وما أقرب الأسواق الكبرى أقرب إلها أنه ممكن تساعدها؟ أكو مخطط لذلك؟ يعني الأسواق الناشئة الآن فيها أيضا نوعا ما من الإيجابية مقارنة طبعا مع سقف الدين التي شهدناه عند تقريبا 35 تريليون يعني كان في الولايات المتحدة، فلا تزال الأسواق الناشئة أو حتى الأسواق الكبرى يعني تشهد من هذه البوينت بعض الضعف، ولكن يعني مع مرور الوقت أو تغيير الكونغرس والانتخابات الأمريكية ممكن أن نشهد تغيير في هذا الشيء، وأيضا في الأسواق الناشئة ممكن أيضا أن يكون في تغيير، طبعا في تغيير كبير للحكومات مثلا في المكسيك أو دول أخرى، ف يعني هذه المرحلة نشهد التغيرات في السياسة النقدية وأيضا الفيسكال بوليسي، سياسات الفيسكال بوليسي، فممكن أن نشهد تغير في هذا يعني في سقف الدين في غير مناطق غير عن الولايات المتحدة أو الدول الناشئة.
طيب في ظل الأزمات الاقتصادية أيضا عذرا الجارية اليوم، كيف ينجو المواطن المستثمر باستثماراته في سوق مالي تحركها المشاعر، الاضطرابات، المخاوف، تباطؤ الطلب؟ هل هناك استثمار آمن اليوم تنصحين به مثلا؟ يعني على ما أعتقد أن شهدنا المستثمرين يتجهون أكثر شيء إلى قطاع التكنولوجيا منذ بداية السنة، ولكن هذا الشيء أصبح يعني نوعا ما فيه مخاطرة طبعا بعد أغسطس يوم 5 لما صار انهيار في الأسواق بسبب تقرير الوظائف من الولايات المتحدة. فالمستثمرين الآن يتجهون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب وحتى الفضة في تداولات كبيرة أو يعني إنفلوس كبيرة على الفضة أيضا، وحتى الأسواق أو عفوا الـ ETFs أو المحافظ الاستثمارية المتداولة أيضا نشهد فيها ارتفاعات كبيرة، حتى مع يعني الـ expectations أو التوقعات أن سيكون في تخفيضات في أسعار الفائدة، ممكن أن يرجع المستثمر أن يشهد بعض من شهية المخاطرة ويتجهون إلى قطاعات مختلفة مثل قطاع التكنولوجيا أجان، أو مثلا قطاع البنوك الذي يعني شهدناه في هذه الفترة يعمل مكاسب كبيرة أيضا. نادية البلاسي، يعني أصل وإياك لختام الحوار، سعدت بي كثيرا من دبي، محللة أسواق من مجموعة إيكوتي. شكرا لك للانضمام وهذه المعلومات.